كل حدا باسم غرفته اليوم موجود فيها. نعم. دكتور بدك تحكي شيء؟ اه تفضل. بس سمم له التقييم. طيب طيب لا 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 شهادة في الآخر أو مرسي من التقييم. طيب يا شباب أنا متفائل، أنا غصب عني أنا متفائل ولازم أعيش بالتفاؤل. في يوم من الأيام كان في رجل فقد رجليه وإيديه وقعد بيحمد الله ويشكره، فمر عليه أحد الناس وقال له على إيه بتشكر ربنا؟ لا عندك إيدين ولا عندك رجلين ولا عارف تتحرك. قال له ليه؟ لسان ذاكر وقلب شاكر. فأنا متفائل، قطعت إيدي متفائل، قطعت متفائل. لذلك اللي هيدخل نفسه في طريق التفاؤل هيستطيع أن يجلب الطاقة الإيجابية التي نبني بها المجتمعات. والإنسان اللي عنده كل إمكانيات لكن مش قادر على ويحمد الله عليها لن يتفائل ولن يبني مجتمع. فلا بد يكون في العصر الظلام ده، في العصر الصعب ده، في العصر الاتهامات والتخوين والتجريم ده، نكون متفائلين ولا نتنازل على الإطلاق عن كلمة اسمها تفاؤل. التشاؤم والطاقة السلبية من الشيطان، ففسروا الطاقة إيجابية وطاقة سلبية لأسفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بيلفك بيلفني، دي الطاقة السلبية. حينما بالتشاؤم والقعود والركون سأصبح كشرنقة يلتف حول الشيطان من كل جهة، وهذا ما نسميه بالطاقة السلبية. مهما اختلفنا الشيطان وأفعاله هو الطاقة السلبية. الإيمان والاتصال بالله سبحانه وتعالى والخدمة المجتمعية هي الطاقة الإيجابية. علمكم كثير جدا من المدمنين بدون ذكر اسماء من مشاهير بانهم يكون لهم عمل مجتمعي، يكون لهم عمل مجتمعي. لذلك لما سيدنا عبد الله بن عباس دخل المسجد ولقى واحد بمقيم الليل في رمضان قال له من يطعمك ومن ومن ومن؟ قال له اخويا. قال اخوك اخوك ايه؟ احسن او احسن منك امر الله سبحانه وتعالى. ولاني سمعته صاحب هذا القبر ها يقول ها ها فكر لان يسير احدكم في خي في حاجه اخيه خير من اعتكف في مسجد هذا كام في رواش في العشر الايام الاخيره في مسجد الرسول، يعني الصلاه فيه بألف صلاه. اللي عايز يلم وعامل لي عداد يقول لك استغفر ربنا مليون مره، طب عملت ايه في الشارع؟ صلي على النبي 10,000 مرة، طب عملت ايه المجتمع؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي عمل، الاستغفار عمل، الحمد عمل،
الشكر عمل، فانا متفائل. ما حدش يجي يقول لي انا اصلي امبارح قعدت اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وما خدمتش المجتمع. حبك للرسول صلى الله عليه وسلم وخدمه المجتمع. ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ كان خلقوه كان ايه؟ خلقوه. مش كان واحد حافظ قران وبيسمع؟ ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فلذلك الاستغفار عمل، التوبه عمل، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عمل. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم مش فقط يصلي عليه باللسان، يصلي عليه بالعمل. زي ما قال ها سيدنا عبد الله بن عباس، في من كان يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت صاحب هذا القبر يقول كذا 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 كذا. لكن اللي قاعد يقيس الدين، اللي قاعد يقيس زي حالات انا بالشبر، الدين ما يتقاس بالشبر. انسى الدين ما يتقاس بعدد الاستغفار اللي انت بتقوله، انسى. كان في رجل يزني كتير، يمكن 70 سنة او حاجه زي كده. لا كان هو لا اللي هو كان من العباد الزهاد، وقعد يعبد الله سبحانه وتعالى 70 سنة، 70 سنة عبادة في اعتكاف. وبعدين غوت بيه واحدة فزنى بها 7 ليالي ثم تاب. ها من بني إسرائيل ثم تاب. ومن كتر شدة حرصه على التوبة كان في كل خطوة يسجد لله للاستغفار، إلى أن وقع في حفرة كبيرة فيها 13 مسكين في الليل. وكان يتعهد هؤلاء المساكين رجل يأتي ب13 رغيف خبز كل يوم، فبقى الليلة دي بقى كام؟ 14. خلاص بقى كام؟ 14. فخد هو رغيف، فالرجل اللي بيوزع الـ 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 الخبز ده مشي. فالمسكين اللي ما خدش الخبز بتاعه قال له فهذا المذنب التائب اخذ الرغيف بتاعه فقط واعطاه التاني ومات. الملائكة احترت فيه، 70 سنة عبادة و7 سنين زنا، اسوري 7 ايام زنا. حطوا العبادة في كفة، عبادة يعني ايه؟ قعد لوحدك في اوضتك، مش مختلف بالناس، مش بتساعد الناس. وحطوا الزنا لانه جريمة اجتماعية في الكفة التانية. الزنا جريمة اجتماعية، جريمة اجتماعية تمس المجتمع. فكفت الزنا طيرت 70 سنة عبادة. فرجعوا ربنا سبحانه وتعالى يقول له قال لهم في حاجة تانية عملها؟ قال له الرغيف اللي ادال قال له حط الرغيف. فتحط طير الرغيف، فتود السبع الرغيف. معناه ايه؟ معناه انك بتجرم مجتمعي بالصدقة، واصبح جريمة مجتمعية بالزنا. انا اذكر قصة تانية قبل ما اختم. عبد الفتاح مورو اكيد كلكم عارفينه، واحد الشخصيات المرموقه في تونس، كان من جماعه التبليغ والدعوه، ها جماعه من جماعات محترمه زي ما كل الجامعات محترمه. وكان نفسه يدخل واحد الجامع، قعد سنه ولا سنة جامعة تخش على وش واخد بالك. فقام دخله كده، وعبد الفتاح مورو كان شاب صغير مش فاهم مش عارف مش شامم الريحه، افتكر حد برفان من كريستيان ديور ولا شانيل ولا حاجه زي كده، واخدين بالكم. ودخل معاه الجامع، ايه بقى المصلين شموا الريحه، قاموا ضاربين عبد الفتاح وضاربين الراجل السكران. اطلع بره يا ابني، شفت اخلاق المصلين، اطلع بره، البيت ده مش بيت ابوك، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. ايه يهديك يرضيك عبد الفتاح يصوت لغايه ما الامام جه. ابني عبد الفتاح سيبوه. ايه يا عبد الفتاح مالك؟ شم ريحه الراجل. قال يا عبد الفتاح الراجل ده سكران. الراجل بقى ايه؟ كبرت في مخه، سكران ومعلم، انا متربس مش ماشي. يا عبد الفتاح يا ابني روح خليه يستحم ويجي. مش ماشي، انا خلاص فيش فايده، انا مطينها لكن داخل. فخلاص، فمن ريحه الرجل ما صلاش معاهم في نفس الصف، خلوه على جنب كده، خلوه ايه على جنب. ها فلما خلوه على جنب صلى، كان صلاه عشاء او مغرب او حاجه زي كده، صلى الرجل في الركعة الأخيرة سجد السجدة بتاعته، ما أمش. يهديك يرديك ما أمش.
فبكى الإمام قال لأنني أخطب في الناس منذ 30 سنة أو 20 سنة أو 15 سنة وأتمنى هذه الموتة، وهذا رجل سكران يدخل بعمل واحد بركعة واحدة بصلاة واحدة الجنة. الصلاة عمل، الصلاة سلوك، الحجاب مش لبس، الحجاب يدل على خلق المرأة وقيمة المرأة وإيمان المرأة، مش زينة. كذلك اللحية، كذلك الزبيبة، في ناس بتحك راسها في الأرض، حك يالا حك 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 وكبر ولا كبر ايه مغض النظر انت عارفة ده. عارفة السر ايه؟ وفي ناس تطلع لهم الزبيبة هنا مش عارف السجوب مش عارف بيقف على راسه ولا ايه مش مقه. حاضر يا انا متفائل وهطيرك بعد كده. فالمهم احنا سعداء جدا بتفاؤلكم. هاشتاج بتاعنا ايه يا معالي؟ ايوه، وفي شباب سوريا بلا حدود. لابد ان يكون متفائل، اللي معترض يقف. اقعد 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 انت اقعد اقعد احسن يعني اجيب لك عم اقول لك ايه نفخوني ف ها انا متفائل. حد معترض؟ تفاؤلنا هو الخيار الوحيد. ايوه تفاؤلنا هو الخيار الوحيد. وجزاكم الله خير وشكرا لكم. وناتي بقى ل احنا بنشكر، لا هنشكر مين؟ استنى، لا 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 احنا نشكر اخونا فادي اسكندراني ام كده اللي هو المدير التنفيذي لاتحاد الايتام. نشكر محمد اسكندراني. متجوز ولا مش متجوز؟ ها ها بعد خلاص معلم ده انتبه. انت مش هنشكرك انت، انت مش هنشكرك انت. ونشكر الاخت معالي العسعوسي، ونشكر الاخ عبد الله. عبد الله